بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرتنا اليوم ضمن مادة Numerical Methods and Reservoir Simulation. موضوعنا اليوم هو Findings of Roots of Equations. احنا أخذنا بالمحاضرات السابقة إذا عندنا معادلات خطية بأكثر من متغير شلون نحلها. أخذنا الطرق المباشرة مثل Gauss Elimination والطرق غير المباشرة. اليوم راح نحكي عن نوع ثاني من المعادلات، راح نحكي عن معادلات Nonlinear Equations واللي يظهر بيها المتغير اكثر من مره، يعني ما اقدر اعزل، المتغير، ما اقدر اعزل المجهول بجهه والمعاليم بجهه واحلها بطريقه مباشره. يظهر عندي المجهول بالطرفين، بالطرف الايمن والطرف الايسر من المعادله. لهذا نحتاج طرق خاصه على مود نحلها، ما نقدر نحلها بالطريقه المباشره. طبعا تطبيقات هذا الموضوع اللي هو روتس اوف كويشنز بالهندسه بشكل عام واسعه جدا، وكذلك عندنا هندسه النفط تطبيقاتها واسعه جدا، لان احنا كل مسألة رياضية، كل حالة رياضية هي بالأخير عبارة عن دالة لمجموعة متغيرات، function لمجموعة متغيرات، ربما يكون متغير واحد أو أكثر من متغير. وإحنا دائما نريد نلقي قيم هذا المتغير. فمثلا خلينا أبسط الموضوع. أنا هسه عندي مثلا دالة f للمتغير x. زين. فبالتالي احنا راح نرسم هذا المحور هو F، محور Y، وهذا المحور هو X. خلينا نقول الدالة طلعت لنا بهذا الشكل. طيب هنا احنا دائما لما نجي نحل هيش نوع من الدوائر شو نسوي؟ نساوي الدالة مالتنا بالصفر. فأي قيمة من قيم الاكسس، هذا كلها قيم اكس، يعني هذا إذا نجي نقول المدى مال الدالة هو من اي منا إلى بي إلى هنا، هذا الرينج مال الدالة مالتنا، رينج اوف ابليكيشن. زين، يا قيم اكس تحقق لي المعادلة. شنو قيم اكس احنا بدنا ندورها اللي هي نعتبرها الروتس، الحل للمعادلة؟ بالتأكيد هي ذني، هذا اعتبره روت للمعادلة، هذا الاكس نعتبره روت للمعادله، هذا الاكس ايضا نعتبره روت للمعادله، وهذا الاكس. ليش هاي قيم الاكس نعتبرها روت للمعادله؟ لان هاي قيم الاكس اذا اجي اعوضها بالفانكشن راح تعطيني صفر، باعتبار انه هنا هاي القيم اكس هي تتقاطع ويا قيمه الفانكشن لما نساوي صفر. فاحنا نبحث لما نحل اي معادله عن هذه النقاط. هسه شلون نلقي هاي النقاط؟ اكو عده طرق. اكو طرق نحتاج نستعمل بها مشتقات، اكو طرق ما نحتاج نستعمل بها مشتقات. بهذا الكورس راح اعطيكم ثلاث طرق اللي هي البايسكشن، نيوتن رافسون، والسيكت ميثود. طبعا كل واحدة من ذن الطرق لها ايجابياتها وسلبياتها. الشيء المهم انه بالاخير كلهم توصلني تقريبا الى نفس الحل، يعني بنسبة خطأ معينة لكن الكل يوصلني الى نفس الحل. راح تختلف طبعا، اكو دوال، اكو طرق مثل نيوتن رافسون توصلني للحل بسرعة، لكن تحتاج لازم نعرف مشتقة الدالة، واحيانا الدالة تكون معقدة، من الصعب ان احنا نجد مشتقتها. اكو طريقة مثلا الباي سكشن، باي سكشن ما تحتاج عندي طلع المشتقة، لكن الباي سكشن تاخذ محاولات هواية، لما نجي نحلها تحتاج محاولات هواية الى ان توصلني الى الحل. يبقى كل واحد يختار حسب الطريقة اللي تناسبه، يعني وحسب الوقت المتاح له لحل هاي المساله، وكذلك حسب امكانياته نفسه بالرياضيات، شلون يطلع المشتقات، شلون يحل. لكن المهم احنا عندنا هو هذا المبدا، احنا عندنا اي داله ناخذها نساويها بالصفر، ومن ثم نطلع قيم الاكس اللي تخلي لي هاي الاكس من اعوضها هنا تخلي لي قيمه الفانكشن صفر. خلينا نبدا باول طريقه اللي عندنا اللي هي طريقه الـ bisection. من bisection اجى افتراض الدالة عنده بهذا الشكل. هاي الدالة مالته. يعني فرضا او اي شكل ثاني. الحل مالتنا وين احنا؟ مثل ما حكيت قبل شوية، الحل مالتنا هذا، احنا جايين ندور على هاي النقطة. هذا الـ R اللي نريده. طيب
الدالة هاي قال تبدي محصورة بين أي و بي. طبيعي أنتم لما تبدون تحلون خلوا بالكم في شيء مهم، احنا ما نعرف وين، ما نعرف الدالة، ما نعرف قيمة الجذر مال المعادلة وين. يعني أنا هذا ما أعرفه وين، جزء هنا جزء هنا جزء هنا، ما أعرف وين أنا هذا. فإحنا شو نسوي دائما كل الطرق اللي راح نحل بيها؟ راح نفرض قيمة initial، نفرض مثلا نبدي من الأي، وشوية شوية نبدي نقترب إلى أن نوصل النقطة اللي تحقق لي حل المعادلة. فدائما بهاي الطرق تخلون ببالكم شيء، احنا ما نعرف الحل مالتنا وين، لكن نبدي نفترض نقطة نبدي من عندها. طبعا هاي الفرضية كل ما تكون منطقية أكثر كل ما توصلني للحل بطريقة أسرع. وطبعا هاي المنطقية راح تعتمد على الفيزيكال مينينج مال السؤال الجاي، السؤال الجاي نحله. يعني مثلا أنا جاي أطلع أريد أعرف قيمة ضغط، يعني قيمة ايش قد صاير عندي الضغط المكمني مثلا، خلينا نقول هيك شيء. طيب فبعد مرور مثلا سنة من الانتاج ايش قد صار الضغط المكمني، فهو اكيد راح يكون محصور بين قيمتين، اكيد هو اقل من الضغط الاصلي المكمن، واكيد هو اعلى من البي دبليو اف اللي قاعد انتج بيها. فبالتالي انا هنا عرفت القيمة اللي ممكن اجي افرض بيها على مدى اسوي على مدى اسوي محاولة وخطأ، لان هو اكيد ضغط المكمن هسه الافرج بار بريشر هو اعلى من البي دبليو اف حتى اقدر انتج، حتى صار عندي فرق ضغط، وبالتاكيد هو اقل من الانيشال بار بريشر لان احنا انتجنا، فبالتاكيد بدا الضغط يهبط بالمكمن. فهنا من اجي احط ايش فرضيه منطقيه اوصل الحل بسرعه. يعني شاسه مثل اذا اجي هنا افرض راح اقول انا رضى على قيمه الضغط، فبالتالي انا الاي مالتي البي دبليو اف والبي هو الضغط الاصلي مال المكمن، فهو اكيد بيناتهم هاي العمليه. بينما اذا اجي افرض مثلا قيمه سالب للضغط، هذا مو قيمه منطقيه، بالاخير راح تزيد لي عدد المحاولات وربما ما توصلني الحل. يعني راح بمكان ما احل السؤال بخمس الى ست خطوات راح احله في 20 خطوه، وهذا وقت يستهلك من عندنا. وبالمناسبه هنا الخطا بهاي المسائل هو خطا تراكمي، يعني كل ما زيد عدد الخطوات دا زيد احتماليه الخطا اللي ممكن تظهر عندنا. نفس الشيء اذا اجي افرض مثلا قيمه الضغط اعلى من قيمه الضغط الاصلي، هم حطوا لعد المعادلات. فلهذا قيمه الانيشال نبدي بها قيمه مهمه، لازم تكون قيمه منطقيه. ولهذا مثلا لما تيجي تحل موضوع متعلق بالبتروليوم انجينيرنج، من يجي حله غير مهندس بغير اختصاص ما يوصل المفروض المفروض البتروليوم انجينيرنج يحله بسرعه اكثر من غيره، لان البتروليوم انجينيرنج البتروليوم انجينير يعرف يوصل يعرف يطل انيش يطل انيشال جيس النقطه اللي يبدي منها ادق من المهندس باختصاص ثاني، باعتبار انه يعرف الفيزيكال مينينج مال العمليه. وطبعا نفس الشيء هذا ينطبق على اذا روح على مثل سيفل انجينير، سيفل انجينير يعرف يحل مسائله احسن من البتروليوم انجينير، لان هو يعرف التفسير المنطقي للمسائل مالته. طيب هسه خلينا نجي هنا، اخذنا اي اخذنا بي، شنو الفكرة؟ أول شيء لازم أشيك، أول خطوة لازم أشيك هل الأي والبي اللي أنا فارضهم صح لو غلط. شلون أشيك الأي والبي فارضهم صح لو غلط؟ نجي إحنا هسه راح نحكي على الطريقة خطوة خطوة شلون راح نبدي نحل بيها الالجوريثم مال الباي سكشن. أول شيء نشيك الأي والبي ذولا صحيحات لو، لأن إذا ذولا غلط من البداية لازم أغيرهم حتى ما أمشي بالحل مالتي. يعني بالسؤال مثلا انا اعطيتك سؤال ما له علاقه، انا اعطيتك اي وبي غلط، يعني بس انت تجي تشيك تشوف ذول الاي والبي مالتك صح لو غلط، اذا صح نمشي بالحل، اذا غلط لا لازم تبدلهم، انت تبدلهم بدون ما انا اقول لك. يعني نجي هسه حتى نجي نقيس او نختبر اي وبي هل هن صحيحات او خطا، شنو طريقه القياس مالتنا؟ أقوم بالشكل التالي، نحسب قيمة الفانكشن مال أي اللي هي هاي، طب راح تكون هنا هاي فانكشن أي، فانكشن أي تلاحظون هي موجبة
هذا مهم. طيب نجي نشوف لما، طبعا هاي لما عندي x يساوي لي اي، وحسبنا الفانكشن مال اي زين، ولما عندي x يساوي لي b، شوف الفانكشن مال بي ايش قد، الفانكشن مال بي كانت ماينس، فما تلاحظون هنا هذا البي الفانكشن مالته هنا ماينس، قيمتها ماينس. هنا انا اقدر اقول البي والاي اختيارهم صحيح، ليش؟ لان بما انه الفانكشن عندي مال اي بالموجب ومال بي بالسالب، اذا اكيد الداله صار بها انقلاب ومرت خلال تقاطعت مع المحور اكس، واللي احنا شو نريد يعني، احنا شو قد نريد، احنا نريد نطلع الفاليو هنا ايش قد، قيمه الاكس هنا ايش قد لما الفانكشن تساوي لي صفر. فهاي عندي الاي والبي هنا صحيحه بهاي الداله، بس مثلا خلي اخذ لكم داله ماخذين الاي والبي بها خطا على مود يبين عندي اذا خطا شلون لازم اصلح. نفس العمليه راح اجي ارسم داله عندي، خلينا نقول هاي الداله مالتي، وراح اجي اقول الاي مالتي هنا والبي مالتي هنا. زين هل انا عندي حل بين اي وبي؟ لا ما عندي حل بين اي وبي، لان تلاحظون انه ماكو نقطه تقاطع بين الفانكشن والاكس بالرينج اللي بين اي وبي. طبعا شو راح اعرف اني؟ راح اجي اقول الفانكشن مال اي شنو قيمتها؟ اذا تلاحظون هنا الفانكشن مال اي قيمتها موجبه. جيد. الفانكشن مال بي ايضا قيمتها موجبه. جيد. اذا اثنينهم النقط الرينج مال الفانكشن كله هو فوق الاكس اكسس، ما متقاطع ويا الاكس اكسس، اذا ما عندي حل بي هنا. طيب ولو ما اخذ الرينج هنا مثلا، خلينا نقول هاي اي وهاي بي، كان ايش طلع عندي؟ كان طلع عندي الفانكشن مال اي ماينس والفانكشن مال بي ماينس، اذا اثنينهم جوا الاكس اكسس ماكو نقطه تقاطع. فدائما حتى نقول انه يعني اذا اضرب، اذا حاصل ضرب ذولا الاثنين هو شنو؟ هو موجب، يعني حاصل ضربهم اثنينهم هو اكبر من صفر. هذول هم حاصل ضربهم، اذا اضربهم اثنينهم شي يطلع لي؟ يطلع لي هم موجب، يعني هم اكبر من صفر. بينما اني لو مختار الاي والبي صحيح كان حاصل ضربهم شبيه اكيد ماينس، لان اشارات مختلفه، وبالتالي هذا شبيه هذا اصغر من صفر. فاحنا لازم عندي دائما الفانكشن اثنينهم حاصل ضربهم اصغر من صفر حتى اقول الاي والبي مالته صحيحات. هاي اول خطوه عرفنا هسه الاي والبي صح. اذا الاي والبي غلط، يعني حاصل ضربهم موجب، لازم ابدا اغير قيمه واحد منهم لو الاي لو البي الى ان اطلع قيمتهم سالب حتى اعرف انه اني صار عندي حل بيناتهم. زين التكنيك مال باي سكشن شنو هو؟ هسه ما اتاكد ثاني الاي والبي صحيح. احنا التكنيك مال باي سكشن هو دائما يوصلني للحل الصحيح بشكل اجباري يعني، بس ياخذ من عندي عدد محاولات هوايه. خلي اجي هنا اقول اول شيء اني الاي والبي مالتي هسه تاكدت منهم صحيحات. نجي نطلع جذر ثالث اللي نتوقع احنا هو هذا الجذر الصحيح اللي يوصلني للحل. شنو هو هذا؟ راح يكون باول محاولة، هذا راح يكون R. R شقد قيمته؟ R هو بالضبط بمنتصف المسافة بين A و B، مثل ما حاسمة اني منه. هو A زائد B divided by 2. فالR هنا، طبعا الR بعد شوفوا مو الحل الصحيح. بس اني راح هسه اجي احسب الفانكشن عند الار ايش قد. الفانكشن عند الار هنا طلعت لي فانكشن مال ار، هذا الجذر اللي هو بالمنتصف بين اي وبي، طلعت سالب. خوش. شنو التقنيه مال بايسكشن؟ هسه احنا جينا قسمنا الرينج مال الحل بالنص، مو كان مكان من اي والبي راح يكون يا اما من ار البي او من اي الار. شنو راح نعتمد هنا حتى نختار يا جزء راح ناخذ هذا لو هذا؟ اجي اضرب الفانكشن مال ار طلعت لي، اضربها مره
بأي ومرة ببي. من أضربها بأي ايش طلعت لي؟ حاصل أضربها ماينس، من أضربها ببي ايش طلع لي؟ بلس. إحنا قلنا لازم حتى نعرف الحدود ما تنص صحيحة، لازم حاصل ضربهم يكون ماينس، على مدنها تكون أصغر من الصفر، لأن هنا الثاني مو هاي الاف ار بالماينس إذا والاف اي بالبلس، إذا هو الحل صار محصور بين ار واي. ار وبي اثنينهم بالماينس، إذا هنا ماكو حل عندي. هذا 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 جزء من من هاي الشطبة، بعد هذا ما يفيدني، ماكو حل. راح أغير الرينج مال الحل بالمحاولة اللي بعدها. هسه حنقول الحل راح يكون بين ار وبين اي. شو اسوي هسه هنا؟ هذا بعد ما اسمي ار، راح اخلي بي، راح ابدل البي، مو كانت هاي البي، سويتها البي هاي بمكانه. ماشي زين، ايش معنى ما توقفنا عند هاي عند هاي الار؟ يعني ما قلت الار هي هاي الحل الصحيح. انا اخذ مثلا اخذت البي، ايش وقت ما كانت المسافه بين البي مالتي هاي والار اقل من نسبه الخطا مثل ما حاطها هنا، اذا هاي الار مالتي صحيحه، بما انه هم مسافه بيناتهم كبيره، اذا بعدني ما وصلت الحل الصحيح. هسه هاي اول محاوله صغرنا الحل بيها للنص. المحاوله الثانيه ايش راح اسوي؟ راح اخذ منتصف المسافه بين اي وبي الجديده، خلينا نقول هاي ار الجديده طلعت عندي، نقول اي ار 2. ار 2 هم اجي احسب لها مالتها الفانكشن، ايش بيها الفانكشن مالتها؟ فانكشن مال ار 2 بوزيتيف. اذا انا راح يصير عندي الحل هسه محصور بين من؟ بين هاي الار 2 اللي حسبناها وبين البي. هنا صار الحل عندي، صار هسه هاي كلها ايضا حذفتها، تخلصت من عندها هذا الرينج. شوفوا راح نبقى نصغر الرينج مال الحل بهاي الطريقه الى ان نوصل الى الحل الصحيح وعندنا نتوقف. ببساطه هي هاي طريقه البايسكشن، طريقه كلش بسيطه ما تحتاج مشتقه، بس لربما تحتاج عدد محاولات كبير على مود نوصل. طبعا شلون نصغر عدد المحاولات هذا؟ كل ما يكون عندي الرينج اللي فرضه اني منطقي اكثر، كل ما راح يصغر عندي، يعني كل ما هذا الرينج اصغر اللي نفرضه بالبدايه بين اي وبي، راح راح ينطيني عدد محاولات بالتالي اقل. وطبعا يعتمد على الدقه، كل ما الدقه اعلى راح تكون عندنا محاولات اكثر. خلينا ناخذ هسه مثال، اللي اعطيتكم مثال هنا، راح اعطيكم اكثر من مثال على هالموضوع. صار عندي هاي الدالة، شوف احنا بسويها بالصفر، طبعا اذا اعطيك اياها انا ما مسويها بالصفر، انت سويها بالصفر. نريد نعرف قيمة الاكس. طبعا صار عندي هاي المعادلة واضح 6 جذور، يعني هاي الدرجة السادسة، بس احنا بطريقة البايسكشن نقدر نلقي جذر واحد. طيب منطيك نسبة الخطأ انا هنا، فانت تجي هنا، ممكن انا بما اني ما منطيك هنا اي وبي، تفرض التا اي وبي هنا فرضوا الاي والبي واحد واثنين، وممكن اكون انا اصلا منطيك بالسؤال اي وبي. لما نفرض الاي واحد والبي اثنين، سوى هذا واحد وهذا اثنين، اجي حسب الفانكشن مالته مثل ما علمتكم، الفانكشن مال هاي والفانكشن مال هاي. شوف الاشارات مختلفة، اذا بما ان الاشارات مختلفة اذا اكو حل بيناتهم. جيد، اذا الاي والبي اختيارهم صحيح. اجا بعدين سوى، قال احسب الار. الار هو مثل ما قلت لكم منتصف المسافه بين اي وبي، طلعت لي قيمه للار. لاحظ المسافه بين البي والار 0.5، بينما احنا نريدها ايش قد تصير؟ 0.001. اذا هذا مو الحل الصحيح. هسه ايش اجي اسوي؟ اشوف اذا الار اضربها بالاي تعطيني اشاره ماينس، اذا اضربها بالبي تعطيني اشاره بوزيتيف. اذا راح نبدل قيمه البي هاي بالمحاولة الثانية، هاي المحاولة الأولى. هسه نروح نسوي المحاولة الثانية للحل، ننتقل للثانية. بالمحاولة الثانية الأي راح تبقى نفسها، من راح يتغير عندي البي. ماشي؟ لأن ما عندي حل بين الآر والبي. عندي حل بين الآر والأي. زين، وكذلك طبعاً يعني اختصار الحل، أنتم هنا الواحد وواحد ونص الفانكشن ما تحاسبيهن، فبس تجون تعوضوها، حاسبيها بديش المحاولة، ما تحسبوها من جديد. ونحسب آر جديدة اللي راح تكون منتصف المسافة بين واحد وواحد ونص هي واحد وربع. نلاحظ قيمتها موجبة. بما انه قيمتها موجبة، اذا ايضا راح ابدل البي، لان الحل بعده بين اي وبين ار. لاحظوا انه نسبة الخطأ قلت، لكن بعدها مو النسبة اللي انا اريدها. فنجي هنا ايضا الاي راح تبقى ثابتة، راح نبدل البي بالار 1.5، وراح ناخذ منتصف المسافة بيناتهم. وراح نحسب الفانكشن مال ار الجديدة، لاحظها سالبة هنا.
إذا هنا الحل ما راح يكون بين R و B، مو بين R و A، على مود الإشارة ماتهم تبقى بياناتهم مختلفة. أنا أريد أضمن دائما عندي وحدة من ال R فوق ال X axis وحدة من ال R جوا ال X axis حتى أكو بينا أكو نقطة تقاطع مرة بال X. وطلعت ال R، ال R كذلك ضلعت نسبة الخطأ still أكبر من النسبة اللي إحنا نريدها. إذا نروح لمحاولة أخرى، بالمحاولة الأخرى لاحظوا بدلنا الأي هنا، صارت الأي هي الآر والبي ثبتناها. أخذت لاحظوا هنا الرنج بدأ يصغر هواية، بدلت بياناتهم، رحت حسبت الفانكشن مال آر، بقينا نمشي بهاي الطريقة إلى أن وصلنا إلى المحاولة العاشرة. بالمحاولة العاشرة حققنا نسبة الخطأ اللي نريدها، اللي هي هاي صارت أقل أصغر من هاي الخطأ، نسبة الخطأ اللي نريدها. وبالتالي فأني الحل مالتي ما الدالة هو هاي القيمة، قيمة الحل عندي هنا اللي راح نعوضها هنا. حتتأكد تاخذ هذه القيمة تعوضها هنا، ولازم تساوي لك يعني تكون قريب عندك الناتج، يكون عندك قريب من الصفر. يعني هاي اللي حليناه بعد 10 محاولات. ناخذ الان المثال الثاني من طريقة البايسكشن. لاحظون هنا انا حاولت تكون الدالة معقدة حتى اوضح لكم شيء، انه ايش نوع من الدوال صعب مثلا نلقي الدرفاتيف مالتها، يعني ناخذ نحلها بطريقة نيوتن رافسن. فايش نوع من الدوال الافضل انه نروح نحلها بطريقة ما تحتاج نحسب مشتقاتها. السؤال المطلوب نحل بطريقة البايسكشن، الانترفال مالته بين 3 تو 4، ونسبة الخطأ المطلوبة هي 0.001. اول شيء مثل ما قلنا نجي نحسب الفانكشن عند ال A وعند ال B، هاي عند ال A وهاي عند ال B. هل حاصل ضربهم هو اقل من صفر؟ نعم، يعني اكو وحدة موجب وحدة سالب، اذا انا عندي جذر للمعادلة بين هذولا. فاخذ منتصف المسافة بين A و B 3.5 واخذ قيمة الفانكشن لها. هنا جت باوعت انه قيمة الفانكشن هاي ماينس، اذا راح تجي بمكان هاي الماينس ماشي، ونلاحظ ان الفرق بوينت 5 اللي هو اكبر من 0.001، فنحتاج محاولة ثانية بالحل. هنجي على المحاولة الثانية، بالمحاولة الثانية ال A تبقى نفسها، راح نبدل ال B اللي هي دالة مالت اللي هي الفانكشن مالتها سالب، راح يكون 3.5، وراح نجي نحسب ناخذ منتصف المسافة بيناتهم اللي هو 3.25، وراح نحسب قيمة جديدة للفانكشن هنا. فانكشن هنا كانت موجبة، إذا بالتالي راح أبدل الطرف اللي الفانكشن مالته موجبة، عم اصغر الرينج اوف سوليوشن. لاحظ انه ما زال عندي الفرق هو اكبر من 0.001، وبالتالي نروح الى محاولة ثالثة. بالمحاولة الثالثة عندي هنا اجي ايضا بدلت الاي بالار والبي بقت نفسها، اخذت منتصف المسافة بيناتهم، حسبتها طلعت لي سالب، اذا راح يكون الحل بين A و R، البي راح تروح، راح يكون R بمكانها. نستمر بالحل بهذه الطريقة الى ان نوصل الى المحاولة رقم 10 اللي وصلتني لها نسبة الخطأ اللي هي اقل من نسبة الخطأ المطلوبة، وبالتالي فراح يكون عندي هذا هو الروت مالتنا، حل المعادلة هو هذا. واذا ناخذ هذا نجرب، ناخذ هذا نعوض هنا، راح تطلع لي قيمة قريبة من الصفر. نجي هسه على اكو تحليل اسمه الايرور باوندز. هذا ممكن انتم لاحظتوا هناك اكو علاقة عندنا واضحة بين عدد المحاولات وبين قيمة بين ثلاث اشياء، عدد المحاولات وبين الرينج اوف سوليوشن، يعني هذا من اي الى بي اللي نفرضه بالبداية، ونسبة الخطأ مالتنا. العلاقة بالحقيقة هي هاي، إذا جبنا الاثنين هنا الاثنين، جبنا الايرور، هذا الايرور هو طبعا الايرور خليناه هنا، وأخذنا لوج الطرفين، راح تطلع لنا بالأخير هاي المعادلة. قمت أرجح اللي تربط لي بين عدد المحاولات كل مرة وبين نسبة الخطأ تطلع لي. فمثلا إذا يجي عندي سؤال يقول لي أنت أكثر شيء ممكن تسوي مثلا 10 محاولات،
ومنطيني الاي والبي، فانا اللي قدام اعرف اعرف ايش قد مالتي نسبه الخطا المسموح بها، يعني يعني الفرق بين القيمه بين كل بين القيمه المحسوبه والقيمه المفروضه. ممكن ايضا انه ما ينطيني عدد المحاولات، ينطيني اي وبي والايرور، انا من خلالها اعرف ان كم محاوله يحتاج لحتى اوصل لهذا الحل. يعني نجي نشوف هذا اكزامبل رقم 3. اكزامبل رقم مثل ما تلاحظون عندنا الفانكشن هذه منطينا الايرور، هذا الايرور بخطأ مطبعي، هذا قيمته 0.0001، ومنطينا ماكسيمم ايتريشن ممكن نسوي 15، ما نقدر نسوي اكثر من عندها، ومنطينا الاي اللي هو المينيمم ليميت، يعني الرينج اوف سوليوشن يبدي من الواحد. ما لا تلاحظونها في شيء مهم، ما منطينا البي. فمين نجيب البي هنا؟ البي هنا نقدر نحل نجيبه من هاي المعادلة، هذا نعوضه هنا نسبة الخطأ، الواحد هذا هو عبارة عن ال اي، وال15 هو عبارة عن عدد المحاولات، ومن هنا نجيب نطلع قيمة البي. لاحظوا هنا نعوض بشكل طبيعي، هذا ايضا خطأ مطبع ثاني، هذا اي مو 16 هاي 15، عوضنا طلع عندنا 3.278 الفرق، هو اصلا واحد، فواحد زائد 3.2 4.2، اي التوسط حطيتها 4. فنجي نفحص الاي والبي، هل هذول الحدود صحيحه ولا لا؟ مثل ما تعلمنا نحسب الفانكشن عند الفانكشن عند الاي والفانكشن عند البي، لاحظ انه وحده سالب وحده موجب، يعني حاصل ضربهم هو سالب وبالتالي هو اصغر من صفر، اذا هذا صحيح، اكو روت بالحل بيناتهم، لان الداله ما راح تنتقل من السالب الى الموجب، الداله راح تكون بهذا الشكل مثلا، يعني كم على التبسيط بس راح تكون بهذا الشكل، هذا الاي وهذا البي، يعني هذا ال هذا الواحد وهذا الأربعة. فنقدر نحلها، يعني نجي نحلها بشكل طبيعي مثل ما تعلمنا بالمحاضرة الماضية. تلاحظون انه احنا ماشي جينا حطينا الواحد والأربعة، المنتصف المسافة بيناتهم هي 2.5، حسبنا ايش قد قيمة الفانكشن عند الاثنين ونص، طلعت لي موجبة، اذا راح اغير البي هنا، راح اغير البي راح يصير عندي مكان الار، والاي يبقى ثابت، اخذ منتصف المسافه بيناتهم 1.75، الفانكشن مالتهم بالسالب اذا هنا وهاي بالسالب، اذا هنا راح اغير الاي، هنا مكان الاي راح يجي الار، والبي يبقى ثابت، وراح نمشي بهاي الطريقه تلاحظون الى حد 15 ستيبس، حلينا 15 مره، بال 15 مره تلاحظون هنا يلا حققت انه اني عندي هذا هو كايرر هو اصغر من 0.0001، واذا اني هذا هو قيمه الحل مالتي للمعادله. واكو حالات هوايه ممكن 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 تصير، بس هنا جبنا البي مثلا، ممكن بمحاوله ثانيه يكون اني ما منطيك عدد ما منطيك الستيبس، كم ستيبس نحتاج. نجي شنو نقاط الضعف والقوة بالبايسكشن ميثود؟ الحقيقة هو نقاط القوة القوة مالتها انه هي انا بنظري يعني اهم وحدة انه ما تحتاج مشتقة. مشكلتها طبعا انه هي تقترب للحل ببطء، لان دائما نقسم المسافة على اثنين، وطبعا ما تقدر تحل اذا عندي مالتيبل روتس، يعني انا اذا عندي ثلاثة هاي الدالة، لما انا عندي هيك بهاي الطريقة كم روتس انا عندي اسهل هاي الدالة؟ 1 2 3 4 5 روتس، هو ما يقدر يطلع لي بس روت واحد، يعني بس ممكن ياخذ منا الى هنا ويطلع لي هذا الروتس، فبكل مرة لازم احل، يعني بكل مرة اطلع رينج واحل على مود القي، هاي مشكلة اخرى بيها. طبعا الايرور بيها ينقسم دائما، الايرور باوند يعني المنطقة اللي جاي احل بيها دائما تنقسم بالنص بكل محاولة، بس هو جارنتي، يعني هو نقطة القوة البي انه هو دائما جارنتي يوصلك للحل، صح ببطء بس يوصلنا بالاخير للحل. طبعا هسه انا ما راح ادخل بالتفاصيل، المحاضرة الجاية راح ادخل بتفاصيل اكثر، لان المحاضرة الجاية راح نحكي بعد طريقة ثانية فاقدر اقارن بيناتهم.
صار راح اعطيكم هذا الاكسرسايز، هذا الاكسرسايز مطلوب من عندكم تحلوه وتدزوا لي اياه بالايميل. طبعا افضل لو تحلوه بايدكم، يعني حل يدوي، لا يكون حل مطبوع يعني، وخلي يكون الحل يعني مكتوب بشكل واضح، لان وصلتني هواي حلوة كانت للاسف مو واضحه يعني، يعني حتى الصوره المقضيه مو واضحه. عندكم تو اكسرسايز، الاكسرسايز الاول هذا طبعا انا داوي لكم هنا عندي هاي المعادله. اول شيء اريد عرفوا لي بالاول اكو روت عندي بين الواحد والاثنين، طبعا هاي شرحت عرفوها، راح تجون تحسبون الفانكشن عند الواحد الفانكشن عند الاثنين، اذا كانوا اثنين واحد سالب وواحد موجب فاكيد اكو روت بيناتهم، اذا لا اثنين موجب اثنين سالب لازم نبدل الحل هنا. قايل لك هنا كم ايتريشن احتاج حتى اطلع الروت مال المعادله اذا انا اذا امشي بهاي نسبه الخطا. عندك الاي والبي وعندك نسبه الخطا، فتقدر تحسب كم محاوله تحتاج. وبعدين قايل لك حلي هاي المعادله بالبايسكشن، ثلاث مطالب هنا، يعني بالاخير كلها مطلب واحد، بس على مود تحاولون تفتهمون الحل بشكل منطقي، يعني على مود تعرفون شو تحلون. السؤال الثاني هذا انا منطيك الحريه بي، اعطيك بس الايرور ايش قد، وقايل لك هاي المعادله. هنا شنو الصعوبه راح تكون عندك بالحقيقه؟ الصعوبه راح تكون عندك هنا شلون راح تعرف الاي والبي مالتك، راح تصرف عليها وقت. انا تعمدت اعطيك هذا السؤال الثاني اللي هو الاي والبي ايش قد مالتك، لان هذا راح يفيدنا لما راح ناخذ غير طرق بعدين، لما ناخذ مثلا نيوتن رافسون او غير طرق، لان هنا انت راح تضيع وقت هواي بالبدايه على ما تلقي الاي والبي الصحيحه مالتها. يعني مو مثل لما طبعا هاي الداله بسيطه، هاي الداله ممكن احنا نرسمها بالاكسل، نحط من 1% ونرسمها بالاكسل ونشوف شكل الداله ونعرف وين الاي والبي، بس انا اريدك تفتهم النقطه انه مو بسهوله انه احنا نجيب الاي والبي. راح تلاحظوها لما تبنون تحلون ايش قد تحتاج على ما تطلع الرينج اوف سوليوشن، طبعا باعتبار هي مساله رياضيه عاديه، لو كانت مساله تتعلق بالريزرفر انجينيرنج برودكشن كان ممكن تنحل بطريقه اسهل. لهنا نكون انهينا محاضره اليوم، اذا عندكم اي سؤال تقدرون تدزوا لي اياه بالايميل او تكتبوه بالكومنت، وانا شاكر اصغائكم.